من مورا ما توفات الوالده الله يرحمها وتقطعت لي يديا، داز 2 سيمين تعرفت على رجاء، باغي نكمل ديني، بغيت نتزوج، فهمتي، ما بغيتش نبقى عايش في الحرام ايتو. شهر نيت كنت بروبوزيت عليها الزواج. المسائل اللي كانوا اللي زعما اللي بسببهم باش حنا طلقنا في الاخر، جينا ما عمرني كنت باغي نطلق. هذيك الهضره اللي كدور ديال الخيانه، انا ما عمرني خانت ديك السيده، راه كانت مراتي، راه ما كانتش صاحبتي، راه كنت كنبغيها، راه كنت ما قديتش انا على الزواج ديال السوشيال ميديا، ما قديتش عليه. وشين فوا انا ان شاء الله الا عاود تزوجت مرتي ما عمرها غتبان. السلام عليكم، ان شاء الله يكون هذا اول واخر فيديو انا نهضر فيه على حياتي الشخصيه، حيت خصني نوضح بعض الامور اللي كان خصني ندوي شحال هادي وما هضرتش، حيت ما موالفاش ليا نهضر في شي حاجه من غير الفيتنس والسبور كيف كتشوفوا في الباج ديالي. دونك باش نوضح هاد الامور هادو خصنا نرجعوا عامين للور، داكوغ؟ دونك نعاود لكم بحال القصه. هادي عامين بالضبط، الناس اللي كانوا متبعيني كانت توفات لي الوالده الله يرحمها في نفس السيمانه اللي تقطعت ليا فيها يدي في واحد لاكسيدون، داكور؟ دونك نقدر نقول لكم انني دوزت اكفس اكسبيريونس تقدر يدوز منها الواحد، ما بالنسبه لي انا ما كاينش بيغ، دونك حتى شي حاجه ما بقات كتاثر عليا من بعد. من مورا ما توفات الوالده الله يرحمها وتقطعت ليا يدي، داز 2 سيمين تعرفت على رجاء. انا ما عنديش اختي، فهمتي، والوالديه كانوا مطلقين، دونك عايش مع جدتي ايتو، ومن بعد كنت بوحدي. باغ كونسيكون انا ما قدرتش نعيش بوحدي، دونك خاصني باغي نكمل ديني، بغيت نتزوج، فهمتي، ما بغيتش نبقى عايش في الحرام ايتو، دونك بغيت نتزوج. داكشي علاش تعرفت ملي تعرفت على رجاء، عجبتني بزاف. المهم كنت داير داك الكونتوني ديال البنت الولاد وهذا، ما كنتش كندير هذاك الشيء، انا قدام اللي كيهمني كان كيهمني الكومبورتمون ديالها معايا اللي كان فريمون زوين بزاف. هذيك الانسانه واخا هكاك عندها اش كنسميوها نيته زوينه وفيها بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن المهم مني تعرفت عليها في داك الشهر نيت كنت بروبوزيت عليها الزواج، وقلت ليها كوم كوا شوف انا راه دابا راه عندي غير الدار، غنجمع فليسات وغنجي نخطبك وغنتزوج، وقالت لي واخا وداكشي في عندك شي اللي وقع غابيدمون، يعني ما خديناش وقتنا باش اننا نتعرفوا اكثر، وهذا خطا. دونك تعرفنا، خطبتها، مشيت خطبتها من حتى الوجدة، زوجنا، وقعوا مشاكل في ذاك البيريود، ولكن واخا كما فهمتي قلنا ماشي مشكل، كاين الحب حاجه فريمون، كان واحد الحب كبير، كان واحد لاطاشمون كبير بزاف، انا راه ما كنفيق بها وكنناس بها، كان فريمون ان اتاشمون كبير. راه داكشي علاش انا قبيلات مني بالي داك البوست ديالها صيفطوا ليا ايتترا انفعلت، حيتاش راه واخا طلقت هادي دابا دو موا، راه لي سونتيمون باقيين، يعني راه ماشي الواحد كينسى راه هكاك، دونك سي نورمال انني غنقدر نتقراص نفعل حيت لي سونتيمون كيبار، مي انا في عقلي فهمتي سي بون، راه هي عاودت حياتها وانا عاودت حياتي، داكشي علاش ما عجبنيش الحق، نقدر نكون مفاعلت، نقدر نكون زربت، ما كانش خصني ندير داك لاكت. المهم رجع صافي تزوجنا وبقينا بحال هكاك مدة عام ونص. المسائل اللي كانوا اللي زعما اللي بسببهم باش حنا طلقنا في الاخر، انا ما غاديش نعاود على حتى شي حاجه. اللي نقدر نقول داكوغ هو اننا ما كنتفاهموش، انا عقليه انا كبر في الرباط، هي عقليه هي كبر في وجده، سي دو مونتاليتي ديفيرونت، ما كنتفاهموش. اليوم مزيانين غدا مدابزين، اليوم مزيانين غدا مدابزين، هي كاركتير ديالها صعيب بزاف، حتى انا فيا بزاف ديال لي ديفو، نقدر نكون انا اللي غلط، تقدر تكون هي اللي غلطه، داكشي كيبقى ديال لو كوبل، ماشي صب حتى شي واحد، حيت بنادم كيبقى يصيفط ليا بزاف شنو السبب طلقتو، بنادم ما كيعرفنيش كاع كيجي عندي الزنقه كيقول لي علاش طلقتو، ماشي صوق بنادم، فهمتي، انا الا شكيت كنشكي على صحابي، فهمتي، وكنشكي باش نلقى الحل، ماشي كنشكي حيت بغيت نشكي، مي كنت كنشكي باش نلقى حل باش انني حافظ على زواجي، انا ما عمرني كنت باغي نطلق، باش نكونوا فراس باش ما نشوش غالطين. وهذيك الهضره اللي كدور ديال الخيانه، انا ما عمرني خانت ديك السيده، تظلمت وتختارعات قصه في ظهري، اييه واخا انا درت اخطاء، ولكن الخيانه ما كايناش، داكوغ؟ الله يرضي عليكم، ما تبقاوش تيقوا اي حاجه كتشوفوها في السوشيال ميديا، الله يرضي عليكم، راه هي براسها كذبوا عليها بزاف ديال الحوايج وما كتيقنيش انا، كتيق داكشي. ما علينا، شوف ربي كتب لينا اننا ما نبقاوش مع بعضياتنا،
الحمد لله حتى في الامور ديال الطلاق تيسرات، يعني ما تكرفتنا ما والو، كان طلاق اتفاقي، ما جرجراتني، ما جرجرتها باش هي خدات داكشي ديالها، انا كنت معاها يعني، وتعانقنا فهمتي بكل حب واي حاجه. انا وما كان راه ما تبقاوش تقولوا لي انا كنخرج نهضر فيها، انا ما كنخرجش نهضر في ديك السيده، ديك الكوموديل اللي حتو ديال طلقت شحال ما كنهضر على راسي. الناس اللي ما كتفهمش في الدومين وهي اللي كتبغي تجبد الصداع. و كيفاش غنقدر نوصل عاوتاني؟ الله يرضي عليكم، راه كديو اشي كبير ملي كتبقاو تلصقوا وجهي ولا وجهها هي ولا وجوهنا بجوج مع شي هضره ما كايناش. ناس الله يهديهم كيجبدوا فيديوهات ديالي انا قدام ديال 2016 2017 وكيحطوهم وكيكتبوا هذا سبب الطلاق، ها خرجوا فيها الذنوب ديالها حقا. لاش داكشي كامل؟ لاش داكشي كامل باش زعما تطلع واحد البركه ديال لي لايك ولا هذا، ولا تطلعوا البوز؟ واش نتوما اي حاجه كيصحاب لكم بوز؟ انا عمري قلبت على البوز. انا نقول لكم علاش انا باغي الفولورز مثلا، ولا باغي حيت بغيت نبارطاجي المعلومه. انا كندير كونتوني ايدوكاتيف، كونتوني معلوماتي، كنشرح. انا سبيسياليتي ديالي التغذيه وخساره الدهون وزياده الكتله العضليه، داكشي اللي كنحاول نشرحو كسوسو بالفرنسيه ولا بالعربيه ولا حتى بالانجليزيه، داكور؟ هذيك هي هو الدومين ديالي، هو الباج ديالي. دونك انا شحال ما مثلا زادتني الشهره، شحال ما مزيان الناس باش تستافد. انا ما عمرو ما كان عندي كونتوني ديال الشهره، ما عمرو ما كان عندي محتوى انايا تافيه، جامي دلافي. هذاك الشيء التافيه ديال الفيديوهات وداك الحماق اللي كنت كندير 6 سنين هادي، راه واخا هكاك كنت كنديرو باش نستقطب واحد الناس، حيت انا عارف ان من بعد غادي نقلبها فيت ناس. دونك باش نوضحوا هذه القضيه اون فور بورتو، الى عاود طلع شي فيديو ديالي انا قديم، عرفوا راه داك الشيء راه قديم وداز، ضحكنا به صافي، حرشنا سالينا، طلعوا عليا لي باج، ما خلات كل اللي ما حطنيش، الله يجعل البركه. واكاف اللي فيا كفيني، انتم ما كتشوفوا اللي فيا كافيني. راه الطلاق ما ساهلش، راه حتى هي راه مسكينه، الله يكون في عونها، الله يسهل عليها، كتخدم على راسها. بون كوراج ال، نبغي نشوفها حتى هي الفوق. و حتى انا راني مكرفس، راه الطلاق راه واخا تكون لاباس عليك، واخا ما عرفتش شنو، واخا يكون عندك فلوس، واخا يكون عندك امكانيات، راه ما ساهلش حتى بسيكولوجيكم. راه كانت مراتي، راه ما كانتش صاحبتي، راه كنت كنبغيها، راه كنت عايش معاها في دار وحده، داكور؟ مالغري كاع داكشي نقدر نقولوا دوك الندابزات وداكشي الخايب اللي دوزنا، ولكن واخا هكاك راه دوزنا حوايج زوينين، دوزنا بزاف ديال الحوايج زوينين. وانا كنعترف بكاع داكشي اللي درت على ودي ديك المرا، وانا عارف ان صعيب نلقى شي مرا اخرى اللي غادي دير على ودي داكشي. ولكن كيف قلتها قبيلات، لكن العقليات راه لا يمكن. انا انفعالي بزاف، التستوستيرون كتاثر عليا بزاف، داكشي التستوستيرون كتجبد لي مشاكل خايبه، حتى انا عندي مشاكل بسيكولوجيك. دونك ما يمكنش، فهمتي؟ اللهم كل واحد يشد الطريق ديالو، حنا ما اوني بافي باش اننا نكملو اونصومبل، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. دونك الله يرضي عليكم، ما تبقاوش تحطوني، ما تبقاوش تحطوها. اللي شاف هذا الفيديو راه انت وراه علينا 8 دقائق عمال فاش كنهضر بزاف، اللي بدا كيشوف دي بوست ديال لي باج كيحطونا ولا شي حاجه، يعرف شنو يكتب، داكور؟ ولا يسينيالي ولا هذا، حيت صافي يطافح لك. وعاشي باش البارح بنادم يوصل به الدرجه يكتب لي انا ذنوب رجاء خرجوا فيك، جمالي شنو داير انا كاع، عاش درت انا كاع، ونكون درت داكشي كيبقى بيني وبين، علاش الناس كيتشفى؟ علاش انا ما بين الاسباب؟ علاش فهمتي حتى هما شجعوني على 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 ما نقولش على الطلاق، وانما ما قديتش انا على الزواج ديال السوشيال ميديا، ما قديتش عليه، ما نعاودش نفس الغلط. بروشين فوا انا ان شاء الله الا عاود تزوجت من انا واحد، نقول واحد 4 سنين ولا 5 سنين، ماشي ما عمرها غتبان، ما عمركم تعرفوها شكون هي ولا تبان معايا ولا، جامي. حيت صافي استافدت، نضجت، درت اخطاء، ان كنسميوها الله يعفو علينا والله يسهل علينا والله يسمح لنا، الله يسمح لي من اي واحد اذيتو ولا درت ليه شي حاجه خيبه. انا بغيتها لابي صافي، بغيتها انا حاجه وحده دابا كتهمني، او ندير اوبيراسيون غدا، التعاود ديالكم صافي، هادشي اللي كيهمني هاد الساعه.
والله شكرا على الميساج ديالكم بوزيتيف، واللي دابا غيكتب شي كومونتير ما هواش ولا غيصيفط شي ميساج ما هواش راه ما غنجاوبوش ولا غنجاوبو بشي كلمه زوينه، حيت ما بقيتش قادر على المشاكل وما بقيتش قادر على الصداع من مورا شي كامل اللي وقع لي انا في حياتي في هاد العامين. عاشي نعاود لكم واحد الانيكدوت نختموا بها. تخيلوا معايا المحكمه اللي غنطلق فيها هي نفس المحكمه اللي خديت منها شهاده الوفاه ديال الوالده، وسبحان الله نفس الاكسيدون كيوقع 2 ans ابري الحاجه دايره هكا. هذا ابتلاء، انا الحمد لله كنحاول نثبت بالله سبحانه وتعالى، كنحاول نتوب الى درت اخطاء، وربي كبير و الله اكبر. هادشي اللي غادي نقول. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.